معاك جمعية الأغراد للتراث والموسيقى الحسانية، وإحنا أصلا عند الشوارتين وعن باتنا وجدودنا وعين على واين معلين دي فرقة رقص فولكلورية واغسل فوق وآلة الإيقاع على طبلة وكسين دنبتس، هذا هم آلة الإيقاع العنب الفولكلور الصحراوي الأول اللي نوعه قاعد ما تلا خالق أصل دن هذه نوع من الرقصات مثل وقع خالقين عاد رأيك العالم دخل عليها جيتار دخل عليها لور ودخل عليها شيء، إحنا اخترنا بقاب ذي الصالة هذا ينقال له الطبل وهذا ينقال له يقع الكيساء، وكان الرجيمين يقعد قاع يعلو خمسة ولا ستة ولا سبعة الكيسان قاعد بلا غاية فيه، كان لا طبل وتصفيق ورقصة فولكلورية وخلواتين هابن عن جد تبارك الله، والأشوار الزمنية الأولى والمسائل الأولى كاملة عندنا ومهتمين بشي قال الفولكلور الحساني مؤكدين على تراثنا اللي هي الملحفة والنقشة واللفظ والأشوار الأولى الماترات خارقة الزمنية وإيقاع الطبل، هذا مهتمين به احنا ما نبغي نفرطوا فيه، التوريس والجانب والفارقة كامل يعيطون على الآلة الطبل كامل يعيطون عليه ويفرحون باللي بيصدق ويقدروا به اللي ما ترى خالق ذا النوع ما ترى قاع خالق اصلا، نقول عنه قاع لانه ما ترى خالق وتو قري لقيت شبر حد مهتم به، ياسر اللي عنده فرقه معدل عليها الات ومعدل عليها ياسر المسائل، احنا ذاك ما زدناه الا طبل وتصفيقه واحده والشوار الاول وتشوف ذا الخلاونه الاول لبسها نديروا دراعه خضراء والثامس والثام اكحل والعلايات يعتعد تعدى الإزار أخضر وملحفة كحلة اللي إزار أخضر وملحفة كحلة الدير إزار أبيض وملحفة كحلة وتعقب تجلد في إزار أخضر ولا عيات تلبس لبسة خضراء كاملة كيف إزار كي الملحفة تتخلل فيه، هذه رقصات الفولكلورية أنواع اللي باسر عنا اللي لبي إزار أخضر وملحفة كحلة اللي وعين عليه هي متطورة يغال اللي إحنا اخترنا نقبضوها على صالتها اللي إحنا اخترنا نقبضوها على صالتها أصلا ما هي متطورة فيها الحمد لله الجيتار وفيها الآلات وفيها كل شيء كل ما هي مسر فيه يا غار اللي احنا اخترنا بقوا على صالتنا الأولى خلونا الأول وعيت أنا على والتي معدل اللي طبل وتصفيقة معي معدل الجيتار معدل شيء اخترت ذاك اللوحة نقبض اخترت من تم حافظ عليها بها اللي عاتم القاردة وعاتم اللي متمزرية عن المجتمع عاتم قليل قاع في الرقصات لو كانوا يعدلوها وين نتوفى وقال احنا الشباب بقينا نبقاو نهتم بذا التراث المات خالق والعلي عليه الحمد لله التراث الاول وحنا متهطلين فيه ومراقبين والغرض هم اللي قاع ما ينقز عينهم هو التراث الاول ومرحبا والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.